الاستحقاقات السياسية المتسارعة تكبر يوما بعد يوم منذ أن ولدتها الثورة السورية، ولعل للبنان الحصة الأكبر من تلك الاستحقاقات. وللغوص فيها ومناقشتها نستضيف اليوم في ضيف المشرق عود تيار المستقبل النائب أحمد فتفت. سعادة النائب، أهلا وسهلا فيك في ضيف المشرق. بداية، حضرتك اليوم تنتمي إلى كتلة المستقبل النيابية، وهي كتلة لها وزن وثقل السياسي بالبلد طبعا، وقضيتها الأساسية هي ملف الشهيد رفيق الحريري. ما تعليقك اليوم على التطورات في هذا الملف، لا سيما بعد تكشف متهم خامس وهو ينتمي إلى حزب الله واغتيال أحد المتورطين من النظام السوري وهو جامع جامع؟ يعني من الواضح أن الأمور أصبحت فعلا مكشوفة بالكامل. منذ سنوات ونحن ندرك أن ملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الخاصة بموضوع جريمة اغتيال رئيس الشهيد رفيق الحريري، لديها ملف يتكامل تدريجيا. وتبين لنا بالقرائن وليس فقط بالانطباع أو بالتحليل أن هناك أعضاء في حزب الله مشاركين في هذه الجريمة بشكل مباشر، وأن هناك غطاء سياسي وأمني أمنه النظام السوري وبعض ضباطه. وسبق في تقرير أولي صدر عن المحكمة أن اتهم بعض ضباط الأمن في النظام السوري، ومنهم كان جامع جامع، اللواء جامع جامع. لذلك ما حدث في موضوع اغتيال جامع جامع أو تصفيته، أعتقد أنها من الأرجح أن تكون تصفية من قبل النظام، لأن النظام يحاول أن يتخلص من كل الأدلة التي يمكن يوما ما أن تدينه بقضية المحكمة الدولية، علما أن لديه الكثير من الملفات الأخرى، وملف بحق الشعب السوري أضخم أيضا من هذا الملف. إنما هذا دليل أن هناك عدالة تجري، وأن هناك محكمة دولية سائرة بخطى ثابتة. وبعد الاتهام الخامس، وهناك دليل بالنسبة لنا يعني لنا الكثير، أن من اغتال وسام الحسن قد فشل أيضا في هذا الاغتيال، لأن إنجازات وسام الحسن تتوالى، ومنها الإنجاز الأخير عندما اكتشف المتفجرات السيارات المفخخة التي وضعت في طرابلس، وتبين أيضا أن هناك ضباط من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري وراء هذه التفجيرات. فكل هذا يدل على أن سياسة الإعدامات وسياسة التصفيات والاغتيالات السياسية لن تؤدي إلى شيء واحد، وهو مزيد من تلبيس الجريمة لصاحب الجريمة الأساسي، أي لهذا النظام القائم في دمشق. هل تعتقد أن هناك يعني تداعيات سلبية ستكون بعد صدور هذا الاتهام الأولي طبعا عن تورط المتهم الخامس من حزب الله على لبنان، وفي هذه المرحلة يعني الدقيقة تحديدا؟ لا أعتقد. سبق وصدرت يعني صدر قرار اتهامي بحق 4 متهمين آخرين، وهذا فقط متهم خامس. وحزب الله تعامل مع هذه القضية ليس باستخفاف، بل بتحدي كبير للرأي العام اللبناني، لمشاعر اللبنانيين وللرأي العام الدولي، عندما اعتبر أن كل متهم المحكمة الدولية هو قديس وعليه حمايته ولو بعد 300 سنة كما قال سيد حسن نصر الله. فبالتالي التداعيات حصلت، ولن يحصل أكثر مما حصل. فبالتالي نحن مع العدالة مهما كان ثمن هذه العدالة، وأعتقد أننا دفعنا الكثير من أجل هذه العدالة، فنحن نصر على هذه العدالة أيا تكن المضاعفات. ما أخبار المحكمة الدولية اليوم في ظل هذه الظروف التي يمر بها لبنان أولا، وكيف سيتم محاسبة هؤلاء المتهمين؟ هم يعني صحيح يحاسبون على أساس أنهم ينتمون إلى حزب الله، أو أنهم سيحاكمون على أساس أنهم أفراد؟ نعم، أولا بقانون المحكمة، المحكمة لا تستطيع أن تحاكم منظمات أو دول، تحاكم أفراد، وبالتالي المحاكمة ستتوجه إلى أفراد. ولكن خلال هذه المحاكمات قد تفضي معلومات إلى توجيه اتهامات إلى أفراد آخرين، ربما يكونوا في موقع المسؤولية في حزب الله، أو ربما في المسؤولية الأمنية أو السياسية في النظام السوري. كيف تسير هذه المحكمة؟ هي تسير بالنسبة للرأي العام تسير ببطء، ولكن بالنسبة لنا هذا المسار طبيعي. جميع المحاكم الدولية بطيئة نوعا ما، ولكنها ثابتة في خطاها. في قضية ميلوزوفيتش أخذ الموضوع حوالي 20 سنة، ولكنه في النهاية تم محاكمة جميع المتهمين، 124 أو 127 أنا ما أعتقد، الجميع أحضروا إلى المحكمة. فأنا على يقين أن العدالة الدولية سائرة، وأن ولو في أحيان ما سبقتها العدالة السماوية مثل في قضية جامع جامع وسواه، ولكن العدالة الدولية ستتحقق من كل من اغتال رفيق الحريري وكل من ساهم
في هذا الموضوع، من خطط، من قرر، من نفذ، وكل هذه الأمور أصبحت الآن تدريجياً واضحة في ملفات المحكمة. في حال لم يتم التعامل مع المتهمين من حزب الله كما تريدون أنتم في لبنان، كيف ستتعاملون مع هذا الملف أو هذا الموقف كتيار مستقبل؟ نحن كتيار مستقبل أعلننا مسبقا نحن نلتزم بالمحكمة الدولية، نلتزم بالعدالة الدولية، فكيف ما تعاملت هذه المحكمة نحن سنلتزم بتوجهاتها وبقراراتها بكل صراحة، لأن ليس لدينا خيارات أخرى، لأن القضاء اللبناني عاجز عن الاهتمام بقضية بهذا المستوى، أثبت عجزه في مرات عديدة في هذا الملف والملفات المشابهة، فبالتالي الثقة بالمحكمة الدولية هو الأساس. ما موقف الحكومة اللبنانية من هذه القضية؟ الحكومة اللبنانية ملتزمة، والحكومة اللبنانية دفعت ما على لبنان من موجبات للمحكمة، ولكن الالتزام هو التزام الدولة اللبنانية، أم التزام الأطراف السياسية اللبنانية وتحديدا المشاركة في الحكومة حاليا هي ضد المحكمة وبشكل علني، وتتهم المحكمة بأنها محكمة منحازة وأنها محكمة مفترية، ولكن لا يعرضون أي بديل، يريدون لهذه القضية أن تنتهي وأن يتم طمسها، ولكن هناك شعب وهناك قضية وجميع يتابع هذه القضية ولن يتم طمسها. حزب الله وحلفائه يتمنون لو تكفل هذه المحكمة إلى الأبد، ولكن المحكمة لن تكفل، ستبقى العدالة تلاحقهم أينما ذهبوا. تحدثت منذ قليل عن أحداث طرابلس وتحديدا تفجيرين، هل تعتقد اليوم سعادة النائب أنه الذي يحدث في طرابلس هو نوع من استذباب للأمن، أم هناك فرض أو محاولة فرض للأمن في طرابلس، لا سيما أنه شهدنا اليومين الماضيين أن يعني الاشتباكات عادت إلى المحاور التقليدية في طرابلس، يعني رغم الهدوء النسبي الذي شهدته المنطقة منذ التفجيرين الأخيرين؟ يعني طرابلس تعيش في أزمة متواصلة منذ عشرات السنين على أثر الحرب الأهلية ومآسيها الاجتماعية، وللأسف جرى الاستغلال أمنيا من قبل المخابرات السورية بكل صراحة باختراع ملف جبل محسن، وأصبح هناك صدام دائم أخذ الطابع المذهبي بين جبل محسن وباب التباني، لكن هذا الموضوع خلفيته سياسية واجتماعية أكثر من خلفيته مذهبية. الآن ما يجري، نحن نعرف تماما أن هذا الملف تبقيه المخابرات السورية في يدها لتشعله عندما تحتاج إليه، إنما في هذه الأوان ما يجري هو ضبط للأمن. نحن نعرف أن الأمن غير مستتب 100% في طرابلس، ويمكن الوضع أن ينفجر في أي لحظة إذا ما قرر نظام الأسد أن يفجر هذا الملف، فهو قادر على تفجير هذا الملف، ولكن ضروراته مختلفة. ما حصل في الآونة الأخيرة أنه لأول مرة ضبط المجرم يده في الكيس كما يقال، وبالتالي أصبحت علامات الاتهام واضحة جدا، فبالتالي أعتقد أنه سيكون هناك تردد أكبر في تفجير هذا الملف، لأن ردات الفعل ستكون أشرس على كل الصعود. إنما نحن نسعى جاهدين للتهدئة، نحن نعتبر أن لا مشكلة علوية سنية في طرابلس، أن المشكلة هي فقط مع مجموعة مسلحة تدعي أنها تحمل اسم الحزب العربي الديمقراطي، هي لا ليس لديها شيء لا من العروبة ولا من الديمقراطية. يعني حضركم كنتم اتهمتوا قبل ذلك المخابرات السورية وبعض، والآن هناك دلائل، هناك دلائل يعني ألقى القبض عليهم، وبالتالي نحن نعرف أن هذا الموضوع هو موضوع أمني وسياسي بامتياز، ولكنه ليس موضوع لبنانية، ونحن سنعالج على هذا الأساس، لأن نعتبر أن الطائفة العلوية في طرابلس طائفة أساسية نحترمها، وهؤلاء جزء من نسيج المدينة ولهم دورهم الكامل في المدينة. أيضا في طرابلس يعني هناك بعض المجموعات المسلحة التي قاتلت في سوريا، وحضرتك قلت قبل هلأ أنه هؤلاء هم جماعات غير منظمة ولا يمكن أن تعبر الحدود بهذه السهولة، يعني من برأيك سهل عمل هؤلاء المجموعات المسلحة في طرابلس ومن يغطيهم سياسيا؟ يعني بكل صراحة التغطية السياسية هي نابعة من عاطفة الناس، إنكم صريحين، الناس عاطفتهم مع الثورة السورية بالكامل، هناك دائما اندفاع لدى بعض الشباب وهناك شهداء في هذه القضية، ولكن ليس هناك عمل منظم، يعني ليس هناك مجموعات مدربة، ليس هناك مجموعات ذات طابع سياسي ملتزم، هناك أطراف عديدة جمعت أموال لهؤلاء أحيانا من تبرعات أحيانا من نشاط اجتماعي، لكن ليس هناك أي جهة سياسية تمنت هذا الموضوع أو تقوم به بشكل علني، ليس لدي معلومات عن أي جهة سياسية ملتزمة. أقول عندما نتحدث نحن الآن عن المجموعات التي ذهبت إلى سوريا،
أما المجموعات التي تقاتل في داخل طرابلس فوضعها مختلف، لأن هذه المجموعات بعضها بشكل علني كان رئيس نجيب ميقاتي يدعم جزءا منها المحافظة على شعبيته، وربما هناك أطراف أخرى تدعم بعض المسلحين، ولكن هذا ضمن إطار الدفاع عن المدينة وعن. لكن ألا يتنافى ذلك مع مفهوم الدولة ومنطق الدولة؟ يعني أنتم يوم يتنافى. تحاربون الميليشيات وتقولون أن حزب الله لديه ميليشيا، لا سيما سرايا المقاومة والتي حضرتك قلت أنه عم بيتم نشرة ببيروت بأحياء بيروت. يعني ألا تعتبر أن هذا منافي لمنطق الدولة حتى لو كان هناك مدافع عن المدينة؟ بالتأكيد هذا منافي، ويجب أن لا يكون هناك أي سلاح خارج إطار سلاح الدولة، ولكن للأسف السبب أن هناك سلاح غير شرعي وسلاح حزب الله برر للناس حمل السلاح، وهناك اعتداء على المدينة يحصل من قبل ميليشيات الحزب العربي الديمقراطي برر للناس حمل السلاح، ولكن ليس هذا الحل. لذلك نحن طلبنا منذ سنتين على الأقل، تحديدا لأنه في السنتين الأخيرتين حصلت 17 جولة تقاتل في طرابلس، نحن نطالب منذ سنتين بنزع سلاح المدينة بالكامل، وللأسف حزب الله رفض وحلفائه رفضوا في حزب العربي الديمقراطي، ونحن ننتظر الفرصة المناسبة لكي يطبق فعلا نزع السلاح بالكامل في المدينة. مشاهدينا الكرام، وقفة مع الإعلان ونعود، تابعونا. أهلا بكم من جديد. سعادة النائب، ما هي توقعاتكم لمدينة طرابلس في المرحلة المقبلة؟ لا سيما أنه هناك غليان في الشارع الطرابلسي، ولو أنه يعني يتظاهر بعض الطرابلسيين بالهدوء المقنع نوعا ما. نعم، هذا ليس هدوء مقنع، هذا هدوء عن قناعة والتزام بمفهوم الدولة. لذلك على أثر الانفجارات كان هناك هدوء مفاجئ في مدينة طرابلس، وساهم في هذا الهدوء وكرسه أن قوى الأمن كانت فاعلة جدا واكتشفت واضعي المتفجرات، وهم الآن في الزنازين، هم 4 من 7 أو 3 من 7 هم الآن ملقى القبض عليهم، فبالتالي هذا يطمئن الناس وهذا يجعل الأمور أكثر هدوءا. أنا أعتقد أن إذا لم يكن هناك تجاوزات معينة فأعتقد أن الهدوء ممكن أن يسود في مدينة طرابلس، وهناك فعلا توافق طرابلسي من كل الأطراف السياسية على عودة القوى الأمنية الشرعية إلى المدينة وسيطرتها على المدينة، ونحن ندعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في هذا المجال. أوكي. في الشأن الداخلي اللبناني، لماذا نرى أن اليوم قوى 14 من آذار ليست فاعلة في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، بل نرى أن حزب الله وحلفائه هم الفاعلين في لبنان؟ هذا شيء طبيعي، حزب الله يملك السلاح وهو يملك دولة كبيرة في المنطقة هي إيران، تدعمه بكل إمكانياتها بالسلاح وبالمال بشكل دائم، وللأسف المجتمع الدولي تناسى بعض الشيء لبنان من أجل بعض المصالح الإسرائيلية، مثل الاتفاق على الكيماوي الذي حصل مع النظام السوري والذي تم عمليا هو تنازل استراتيجي ضخم من قبل الرئيس الأسد لمصلحة إسرائيل. فبالتالي في هذا الجو بالتأكيد حزب الله أكثر فعالية لأنه موجود في الحكومة، تمكن من خلال استقواء بالسلاح من الانقلاب على شرعية الأكثرية النيابية في المجلس النيابي وفرض حكومة بمشاركة وليد جنبلاط في منذ 3 سنوات، هذه الحكومة ما زالت قائمة، والآن هناك الحكومة استقالت، ولكن هناك عجز الآن عن تأليف حكومة لأن قوى 14 دار ترفض الرضوخ لشروط حزب الله. حزب الله نعم هو أكثر فاعلية، ولكنه فاعليته الآن أقل بكثير مما كانت منذ 3 سنوات عندما فرض حكومة كما يريد وفرض الوزراء والحقائب واستلم كل السلطات في الدولة اللبنانية، ولكنه فشل فشلا ذريعا. هناك تراجع كبير في الاقتصاد اللبناني، في الأمن، في شؤون الخدمات كل جلها، يعني في اليوم في الاتصالات تراجعنا كثيرا، في الكهرباء تراجعنا رغم التوظيف المالي الضخم في هذا المجال. فبالتالي حزب الله يدرك أنه الآن بحاجة لقوى 14 دار، لذلك يصر على مشاركتها في الحكم، ولكن نحن لن نشارك إذا لم يكن هناك مشاركة فاعلة دون أن يتمكن حزب الله من السيطرة على إذا اليوم يعني أنتم غير موافقين على مواقف حزب الله في السياسات اللبنانية والخارجية، لماذا لا تنسحبون من المجلس النيابي ببساطة؟ لا، المجلس النيابي هو مجلس تمثيلي، نحن لا يمكن أن ننسحب من المجلس النيابي، المجلس النيابي يمثل الناس، نحن منتخبون، وبالتالي المطلوب نحن رفضنا المشاركة في الحكومة إلا إذا انسحب حزب الله من سوريا ووافق على إعلان بعبدة الذي يؤدي إلى حياد لبنان من الصراع الجاري. ما عدا ذلك نحن كنا لا يمكن أن نقبل
لحزب الله كشريك وأن نغطي موبقاته في لبنان وخارج لبنان. أما الانسحاب من المجلس النيابي فهو تقصير بحق المواطنين اللبنانيين وبحق من نمثلهم. نحن نمثل شريحة واسعة جدا من الشعب اللبناني، بل أننا في الانتخابات الأخيرة انتصرنا انتخابيا، ولكن للأسف استعمال حزب الله السلاح ولجوئه إلى العنف والتهديد هو الذي أدى إلى انقلاب وليد جملاط إلى الاتجاه الآخر، وأصبحت الأكثرية في مكان آخر. الآن بسبب الظروف السياسية تراجع حزب الله إلى الوراء، قبل باستقالة الحكومة على أمل أن يدخل حكومة وحدة وطنية، ولكنه يعاول محاولة فرض الشروط، ونحن حتى الآن رفضنا الرضوخ لهذه الشروط ونحاول أن نرفض الرضوخ لهذه الشروط. يعني اليوم أنتم تعتقدون أن حزب الله أحكم قبضته على كامل لبنان؟ لا لا نقول ذلك، لا، حزب الله أحكم قبضته على الحكومة وفشل. حزب الله يستعمل ميليشياته العسكرية التي كان يقول أنها مقاومة تحولت إلى الداخل لتحاول السيطرة على الحكومة وسيطر على قسم من الحكومة، ولكنه فشل في ذلك. تدخل في سوريا وأصيب بنكسات كبيرة ويعني وأحضر إلى لبنان الكثير من المآسي نتيجة تدخله في سوريا. حزب الله ليس بوضع مريح جدا الآن، تحديدا إذا كان هناك تفاهم إيراني أمريكي في الجو، فبالتالي نحن في مرحلة انتظار. إنما نحن بالتأكيد لم نكن أمام خيار، كان لدينا خيار من اثنين، أما أن نجابه حزب الله بالسلاح وبالقوة، يعني ذلك حرب أهلية في لبنان ودمار لبنان، وأعتقد أننا لسنا بوارد هذا الموضوع بأي شكل من الأشكال، وأما المقاومة السلبية المدنية وهو ما نفعله الآن. نحن نقوم بمقاومة سلبية مدنية بوجه حزب الله، نمنعه من أن يسيطر على كل شيء، ونسعى جاهدين وننجح في بعض المحلات ونفشل في أماكن أخرى، فهذا شيء طبيعي من ضمن الصراع السياسي القائم. ماذا تقول بشأن ما حصل في صيدا وتجربة الشيخ الأسير؟ الشيخ الأسير، خلافنا مع الشيخ الأسير كان لم يكن خلافا مبدئيا، يعني كان ما طرحه الشيخ أحمد الأسير كان مقبولا من قسم كبير من اللبنانيين من مسلمين ومسيحيين. المشكلة مع الشيخ الأسير أنه اختار الخيار الآخر، اختار خيار المجابهة المسلحة، فوصل به الأمر إلى حيث كنا نخشى أن نصل لو اخترنا المجابهة أكثر. المجابهة المسلحة إلى موقع قتال ودمار، ولذلك كنا نحن دائما ضد التسليح، وخلافنا الوحيد مع الشيخ أحمد الأسير هو طريقة المجابهة أي استعمال السلاح. هل تعتقد أن حزب الله هو من أنهى أمر الأسير أم هي المؤسسة العسكرية اللبنانية؟ لا للأسف، يعني المؤسسة العسكرية كانت مساهمة، ولكن حزب الله كان له دور الأكبر وهو لعب دورا كبيرا. ومؤسف أن نقول أن حزب الله اخترق الجيش اللبناني ومخابرات الجيش في بعض المحلات، وشارك في موضوع صيدا، وجرى أحمد الأسير إلى التعاطي الخاطئ بملف معين، وكما رسم له كمين. بكل صراحة حزب الله رسم كمين لشيخ أحمد الأسير، وشيخ أحمد الأسير وقع فيه، وهذا ما كنا نخشاه. يعني اليوم أنتم لن تشاركوا بحكومة في ظل مواقف حزب الله الحالية، هل تعتبر أن هذا، يعني إذا استمر الحال على هذا المنوال، هل تعتبر أن هذا إقصاء لقوى الرابع عشر من آذار والأطراف الأخرى؟ لا، لأن ماذا يطلب حزب الله؟ حزب الله يقول أنا موجود في حكومة الآن هي مستقيلة، ولكن حكومة تصريف أعمال، أعطوني حكومة أفضل منها وأيضا بغطائكم. يريد منا أن نؤمن له الغطاء، نحن غير مستعدين لتأمين له الغطاء. إذا كان حزب الله يعتقد أنه يملك الأكثرية فليذهب ويؤلف حكومة كما يشاء، ويتحمل مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي والأمني للشعب اللبناني وكل ما عانيناه في السنوات الأخيرة. هذا ليس أقصاء، هذا قرار من قوى 14 دار أن تكون في المعارضة الديمقراطية، بانتظار ظرف سياسي داخلي وخارجي أفضل يقتنع به حزب الله أنه لا يستطيع أن يستمر بهذا المنوال، وعلى الأقل يتوانى عن الاستقواء بسلاحه حتى نستطيع أن نفعل الحياة الديمقراطية اللبنانية. نحن مع تفعيل الحياة الديمقراطية اللبنانية، نعرف أن الوضع صعب وأن الأزمة الإقليمية وتحديدا الأزمة في سوريا تؤدي إلى مضاعفات كبيرة في لبنان، ولكن هذا لا يعني أننا مستعدين للرضوخ والاستسلام، لأن أي مشاركة في حكومة مع حزب الله بشروط حزب الله يعني الاستسلام الكامل لحزب الله، وهذا غير وارد لدينا. اليوم هناك معركة يبدو أن تلوح في الأفق وهي معركة القلمون، هل تعتبر أن حزب الله سيعيد الكرة وسيعيد تجربة القصير وسيقاتل بالقلمون إلى جانب النظام السوري؟ أعتقد أن حزب الله يقاتل وما زال يقاتل في الداخل السوري، هو يقاتل في دمشق، حتى أن السيد حسن نصر الله صرح على السيد بوغدانوف مساعد وزير الخارجية الروسي كلاما واضحا أنه لولا تدخل حزب الله لكانت دمشق سقطت، فهذا يعني أن حزب الله سيستمر بدعم النظام السوري والرئيس الأسد، ليس انطلاقا من قناعاته ومصالحه، ولكن انطلاقا من أنه ينفذ الأوامر الإيرانية.
فبالتالي من أنقذ نظام الأسد ليس هو حزب الله، هي إيران. وحزب الله مجرد فيلق في الحرس الثوري الإيراني لا أكثر ولا أقل، وليس صاحب قرار ومنفذ فقط. كطي المستقبل اليوم مع قوى سياسية لبنانية، ماذا تطلبون من حزب الله؟ أولا نطلب منه بكل صراحة الانسحاب الكامل من سوريا. نطلب منه ثانيا الموافقة العلنية والرسمية والالتزام بإعلان العبدة، وهو موقع على إعلان العبدة، بمعنى الحياد في كل القضايا الإقليمية باستثناء القضية الفلسطينية. وعند ذلك نستطيع أن نجلس سوية لإمكان تأليف حكومة، ونترك هذه الحكومة عليها أن تعالج شؤون الناس، يعني مواضيع الاقتصادية، مواضيع المعيشية، الوضع المالي، وضع الكهرباء، وهناك هي مأساة وضع الاتصالات وهي مأساة أخرى، وضع كل هذه الأمور بحاجة لمعالجة، الوضع التربوي، الوضع الصحي، فيما الأمور السياسية الخلافية الأساسية أي موضوع تدخل في سوريا، موضوع السلاح، هذا يترك لما يسمى طاولة الحوار الوطني. بهذه الحالة نحن على استعداد للمشاركة معه بحكومة لا تكون تحت سيطرته. هل تعتقد أن الحكومة ستتشكل قبل عيد الاستقلال فعلا؟ إذا اتخذ فخامة الرئيس مبادرة قوية كما نأمل بتشكيل حكومة لا ترضخ لا لشروط 14 ولا لشروط ما نقدر، علما ليس لدينا الكثير من الشروط، حزب الله هو من يضع كل الشروط، فأعتقد أن رئيس الجمهورية ورئيس المكلف على قدرة أن يؤلف حكومة هي حكومة حيادية، وهذه الحكومة الحيادية إذا تألفت أعتقد أنها ستلقى تأييدا كبيرا في الشارع اللبناني. لن يتجرأ حزب الله على الاعتراض عليها، تحديدا لأن الآن إيران لن تسمح لحزب الله باعتراض مع ضجيج كبير واستعمال السلاح، لأنها تسعى للتفاوض مع الولايات المتحدة وتسعى للتفاوض مع الأوروبيين في هذه المرحلة، فبالتالي هي المرحلة الفضلة للبنان لكي يخرج من المأزق. هل تعتقد أن يعني حكومة حيادية ستنجح في هذه المرحلة وفي ظل كل الظروف الإقليمية؟ أنا أعتقد أن الحكومة الحيادية هي الأفضل في هذه المرحلة، لأن أي حكومة أخرى فيها قوى 14 ذروة فيها حزب هذا يعني أن سنتناتش وسنتنازع وسنتخاصم على طاولة الحكومة، بينما نحن بحاجة لحكومة فاعلة وليس لحكومة تتخاصم على الطاولة. مشاهدين الكرام، فاصل جديد ونعود، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم من جديد. سعادة النائب، ماذا تتوقعون في ظل هذا يعني في المرحلة المقبلة وفي ظل هذا التفاهم الأمريكي الإيراني الأخير، وما تأثيره على لبنان وسوريا؟ يجب أن ننتظر لنرى ماذا يعني هذا التفاهم الأمريكي الإيراني، هل هو تفاهم حقيقي أو هي الآن نوع من المناورات من الطرفين. على أي حال أيا يكن، نحن نعتبر أن السلم في المنطقة هو إيجابي إذا فعلا كان هناك نية لحل جميع أمور المنطقة وعلى رأسها الموضوع الفلسطيني، وليس استغلال هذا الموضوع أمريكيا أو إيرانيا كما جرى في مراحل سابقة. ولكن إذا كان سيتعامل الأمريكي كما تعامل مع النظام السوري بأن حل مشكلة الكيماوي وسيكتفي بحل مشكلة النووي مع إيران، هذا يعني أننا سنعيش في حالة فوضى كبيرة في المنطقة وفي لبنان، لأنه سيؤدي إلى استقواء إيران وحلفاء إيران في المنطقة، لكن هذا يتضارب مع المصالح الإسرائيلية. فأعتقد أن الملف أصعب بكثير بالملف الإيراني، أصعب بكثير من الملف السوري والملف الكيماوي. نحن نعتقد أنه إذا فعلا تم معالجة الملف الإيراني بمعنى عودة إيران إلى الشرعية الدولية بالكامل، هذا لا يمكن إلا أن يكون إيجابيا على الساحة اللبنانية، بمعنى أن يكون هناك فعلا إعادة ضبضبة الميليشيات، تسليم السلطة للدولة اللبنانية، إعادة تفعيل القرارات الدولية، القرار 559 الذي يرفض وجود ميليشيات، قرار 701 الذي يحدد إطار علاقة لبنان مع فلسطين المحتلة وعبر الحدود بوجود قوات اليونيفيل. فالشرعية الدولية هي في مصلحة لبنان، شرط أن تكون شرعية متكاملة وليس شرعية مجتزأة. في موضوع الكيماوي كانت شرعية مجتزأة جدا، لكن أعتقد أنه في موضوع إيران لا يمكن إلا أن تكون شيء متكامل، يجب أن ننتظر لنرى. ألا تعتقد أن يعني تسوية إيرانية أمريكية ستكون نوعا ما على حساب سوريا وثورتها، يعني ستكون مساندة للنظام السوري أكثر مما هي مساندة للمعارضة؟ قد يكون الظاهر كذلك، ولكن أعتقد أن ثورة الشعب السوري لا يستطيع أحد القضاء عليه. الثورات لا يقضى عليها بقرار أو باتفاق،
ما يحدث الآن في سوريا هو كما يحدث الآن في العراق، اتفاقات كثيرة حصلت في العراق ولن نستطيع القضاء على ثورة الشعب السوري من كل الجهات. فبالتالي نحن أمام وضع خاص جدا، وهو أن هناك ثورة ستستمر أيا يكن المفاوضات الجارية بين إيران. بالتأكيد إيران تحاول استمرار رئيس الأسد وتحاول المحافظة على رئيس الأسد ووجودها في المنطقة، ولكن يجب أن ننظر أيضا من المنظار الأمريكي الذي يعتبر أن وجود، والمنظار الأوروبي الذي يعتبر أن وجود إيران على المتوسط ليس له مصلحة، وهناك أيضا إسرائيل التي ليس لها مصلحة باستقواء النظام السوري بإيران، علما أن هناك تقاطع مصالح. التقاطع المصالح الإيراني الإسرائيلي مع حزب الله الآن، هناك فعلا تقاطع مصالح إسرائيلي مع حزب الله، يقضي باستمرار رئيس الأسد بالحكم لأنه حمل حدود الإسرائيلي لمدة 40 سنة، يقضي باستمرار حالة الحرب في سوريا لأنه يؤمن لإيران دوره، يؤمن لروسيا دوره، يؤمن للجميع دوره، ويحمي إسرائيل لأنها غير معرضة لأي مخاطر. ما أرى هو للأسف ما أرى هو أننا أمام حرب طويلة في سوريا، وطول هذه الحرب قد ينعكس سلبا على لبنان وليس فقط على سوريا. طبعا يعني فشل لبنان في سياسة النائب النفس. نعم. بسبب حزب الله السوري. وحتى هناك يعني بعض النواب الداعمين للثورة السورية يعني لا يقوموا بالافتخار بدعمهم للثوار في سوريا، وحدث طق فصلت بين منطق الافتخار وبين منطق الموقف السياسي. وحتى ماذا إعلان بعبدة، حتى إعلان بعبدة قال كلاما واضحا، سمى سياسة النائب النفس والحياد أنه الحياد بالموضوع الأمني والعسكري، أما الموقف السياسي والإعلامي فهذا لا لدينا، والإنساني فهذا نحن مجبرين عليه، وهذا جزء من إعلان بعبدة. إعلان بعبدة لا يمنع التأييد السياسي ولا التأييد الإعلامي ولا الالتزام الإنساني. فبالتالي هذا فرق كبير بين النائب النفس الذي نحن نمارسه ونفعل عليه لأننا لسنا جزء من الصراع العسكري والأمني، وبين ما فعله حزب الله وحلفائه الذين زجوا بلبنان وزجوا بكامل إمكانياتهم وزجوا بإمكانيات الطائفة الشيعية الكريمة بخدمة النظام الأسد. يعني اليوم كتيار مستقبل خصوصا وقبل 14 من أذار عموما، كيف تؤيدون الثورة السورية؟ ما موقفكم منها؟ ماذا تفعلون لإنجاح الثورة السورية؟ نحن نعتبر تأييدا للثورة السورية وينحصر بالملفات التي ذكرت، أي أولا التأييد السياسي من خلال الموقف، التأييد الإعلامي وهذا حاصل عليه الثورة السورية دائما، النقطة الثالثة هي التأييد الإنساني وهذا يتم عبر دعم النازحين السوريين على الصعد الإنساني، على الصعد التربوي، على الصعد الصحية. ومن هنا لومنا الكبير على الحكومة اللبنانية لأنها لم تفعل ما يجب على الصعيد الإنساني في ملف النازحين السوريين، لأن بعض العقول المريضة في هذه الحكومة رفضت إنشاء مراكز تجمع أو مخيمات خوفا من أن تتحول إلى مخيمات فلسطينية جديدة، بينما الشعب السوري في حالة ثورة ويريد العودة إلى بلاده، ووضع مختلف جدا عن الوضع الفلسطيني، ولكن هذا أدى إلى مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للبنان وبالنسبة للنازحين السوريين. فاليوم لدينا تقريبا 1.5 مليون سوري موجودين على الأرض اللبنانية، منتشرين على كل الأرض اللبنانية، ليس هناك مراكز تجمع يتم التعاطي معهم، لا يمكن ضبطهم لا إداريا ولا أمنيا ولا صحيا، تلي المشكلة كبيرة جدا. ولكن نحن كما قلت لك نعتمد على الدعم السياسي، الدعم الإعلامي، والدعم الإنساني بما فيه التربوي والصحي. ماذا تقدمون اليوم كتيار مستقبل للنازحين السوريين لا سيما في مناطق الشمال والبقاع؟ هذا في كل مناطق، كل منطقة مختلفة، في كل منطقة تيار المستقبل يقوم بواجباته على قدر إمكانياته، أحيانا بالتعاون مع منظمات أخرى، أحيانا بالتعاون مع مؤسسات عربية أو دولية. في كل منطقة هناك تقديمات صحية، هناك تقديمات تربوية، هناك تقديمات إنسانية، فهذا يختلف حسب حجم الوجود وحسب كثافة الوجود والحاجات. إذا كانت حاجات تربوية فالوضع مختلف، أما حاجات صحية أو حاجات إنسانية نعرف أننا مقصرين ويجب أن نقدم أكثر من ذلك بكثير، ولكن للأسف نحن لا نملك إمكانيات كبيرة، وللأسف هناك تقصير كبير من المجتمع الدولي والعربي، ولكن لا أحمل المجتمع الدولي والعربي المسؤولية وحده، لأن كما قلت لك بسبب عدم وجود مراكز تجمعات المجتمع العربي والدولي لا يستطيع أن يعرف تماما ما هي حاجات لبنان وكيف يتم الإشراف عليها، وهناك دائما علامات استفهام كبيرة حول المساعدات لمن تذهب ومن يستفيد منها، هناك شك كبير ورفض الحكومة اللبنانية معالجة الأمور بشكل منظم يزيد من الشكوك.
أين زعيم تيار المستقبل اليوم سعد الحريري؟ دعم الحريري هو اليوم لأسباب صحية في باريس، وهو مقيم بين باريس والمملكة العربية السعودية، لأن الظروف الأمنية في لبنان وتحديدا بعد موجة الاغتيالات والأخيرة بعد اغتيال اللواء وسام الحسن منذ سنة تماما، لا تشجع الشيخ سعد الحريري على القدوم إلى لبنان، ولكن وجوده في الخارج لا يعني أنه بعيد. اليوم وسائل الاتصال تسمح لسعد الحريري أن يعيش هموم لبنان يوما بيوم ولحظة بلحظة حتى وساعة بساعة، وهو يرافقنا دائما في كل القرارات السياسية التي نأخذها وفي كل حتى المواقف الإعلامية. كثيرا ما نتشاور معه عندما يكون هناك موقف إعلامي أو سياسي، فهو متابع، لكن لا أعتقد أن عودته إلى لبنان ستكون سريعة في ظل الظروف الحالية إلا إذا تغيرت الظروف كثيرا. سعادة النائب، إذا سقط نظام الأسد في سوريا، ما هي الانعكاسات ستكون على لبنان وعلى سوريا؟ أولا بالتأكيد حسب كيفية السقوط، يعني إذا كان تبديل أشخاص فقط واستمرار النظام فهذا يعني لا شيء سيتغير، ولكن إذا كان هناك تطوير ديمقراطي في سوريا وهذا ما نأمله بمجيء نظام ديمقراطي، فأعتقد أن الانعكاس سيكون كبيرا جدا وإيجابيا جدا على لبنان وعلى سوريا. على سوريا أولا، لأن في سوريا طاقات هائلة لم يجري استغلالها، طاقات بشرية هائلة جرى إبعادها في السنوات الأخيرة عن سوريا، وبناء سوريا ديمقراطية سيجعل سوريا مزدهرة اقتصاديا وعلميا وثقافيا وأيضا عسكريا بوجه إسرائيل. ربما هنا الطامة الكبرى، ومن هنا رفض الإسرائيلي لذهاب الأسد. وهذا الانعكاس عندما يكون هناك دولة ديمقراطية في سوريا فهذا سيعني تثبيت للنظام الديمقراطي اللبناني، دفاع عن نظام الحريات، حرية الرأي، حرية الصحافة، حريات الدينية. أعتقد أن مجيء نظام ديمقراطي إلى سوريا سيكون فعلا انقلابا بمفاهيم الشرق أوسط، بمعنى أننا سندخل في عصر جديد من تطور على صعيد جميع الصعود الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المنطقة. هلا طبعا الكل يأمل بنظام ديمقراطي في سوريا، ولكن ألا تعتقد أن المجموعات المتشددة السلفية المتشددة والإسلامية ستقطف ثمار ثورة الشعب السوري على غرار ما حصل في تونس ومصر؟ لا، ما حصل في تونس أنا أعتقد أن مرحلة ثورية فقط، ونحن نرى أن ما يحصل في تونس حتى الآن وما يحصل في مصر حتى الآن أن الثورة مستمرة والثورة تصحح نفسها. لذلك أنا لا أخاف، وأعرف أن الشعب السوري لديه الكثير من الإمكانيات العلمية والثقافية، وشعب يملك الكثير من الحنكة السياسية والتجربة السياسية السابقة لحكم البعث. فبالتالي أنا على يقين أن الشعب السوري بالتأكيد إذا حصل شيء من هذا القبيل سيعرف كيف يستعيد ثورته ويستعيد بلاده، وهذا ما يحدث في مصر الآن وهذا ما يحضر له أيضا في تونس. هل ما زال تحالف 14 أذار قائم حتى الآن؟ نعم بالتأكيد تحالف 14 أذار قائم وهو صلب. نحن لا نملك إمكانيات الآخرين الإعلامية والإعلانية، نحن لسنا تنظيما هرميا مثل تنظيم قوة 8 أذار على رأس سيد حسن نصر الله. نحن تحالف سياسي عريض يؤمن بالديمقراطية، يؤمن بالحريات، فبالتالي يظهر أحيانا أمام الإعلام وكأنه برؤوس متعددة، ولكن هذه طبيعة وهذا ما نريده، التعددية هذا ما نريده. نحن نريد عملية سياسية ديمقراطية تعددية، لا نريد نظام الحزب الواحد الذي يدعي إليه حزب الله. فمن هنا أستطيع أن أؤكد نعم، لأن أفكار قوى 14 أذار الأساسية أي لبنان أولا، أي النظام الديمقراطي، أي الحفاظ على الحريات، أي حياد لبنان الآن أصبح جزء من فكرة قوى 14 أذار، من النظام الاقتصادي الحر، كل هذه المكتسبات ما زال الجميع ملتزم بها، فالالتزام الأساسي ما زال قائما. هناك أحيانا وجهات نظر مختلفة وهذا يغني 14 أذار ولا يضعفها. كوكب 14 من أذار اليوم، كيف تواجهون التهديدات التي يتعرض لها لبنان، لا سيما من بعض المتشددين في سوريا كجبهة النصرة وبعض الأقاويل التي انتشرت في الإعلام منذ بضعة أيام، يعني عن إرسال سيارات مفخخة سيتم تفجيرها؟ يعني كان لدينا موقف واضح جدا منذ اللحظة الأولى، أنا نرفض زج لبنان في الصراع السوري، كان فعلا أو ردة فعل. ونحن نعتبر أن إذا حصل هذا فمسؤولية حزب الله هو الذي جرى لبنان إلى هذا الموقع، وإذا كان هناك أي طرف يريد أن يزج لبنان في موضوع هذا القبيل فنحن ضده بالكامل. إنما هناك الكثير من الأقاويل والكثير من الافتراضات التي تبين أن لا أساس لها من الصحة، وسيد حسن نصر الله يعرف تماما حتى أن التفجيرات في الضاحية الجنوبية، لدينا انطباع كبير أن المخابرات السورية قامت بها من
أجل بس الفتنة، لأنه هو القائل أن من فجر في الضاحية سيفجر في المدن الأخرى، ثم حصل انفجار في طرابلس وبين أن المخابرات السورية هي خلفه، فبالتالي نحن على يقين أن المخابرات السورية هي وراء قسم كبير من هذه الفبركات وقسم كبير من هذا التطرف التي تبثه إعلاميا. ونحن نعرف أن هناك صوابق مع فتح الإسلام وما شابه من يقومون بسجن بعض المتطرفين ثم يطلقون سراحهم بأجواء متطرفة جدا. أعتقد أن هذا موضوع الشعب اللبناني غير قابل للانخراط به، شعب لبناني شعب غير متطرف، شعب أثبت في كل مرة أنه شعب معتدل وأنه يؤمن بالعيش المشترك والعيش الإسلامي المسيحي، فبالتالي لدينا قناعة بأننا سننتصر بهذا التوجه ضد أي طرف يريد أن يزج لبنان فيها قضايا. ما هو دور الجيش اللبناني اليوم؟ دور الجيش اللبناني أساسي. الجيش اللبناني لديه نوع من تأييد من كل الأطراف اللبنانية. كنا طالبنا منذ سنتين ونصف عند بدء الحرب في سوريا أن ينتشر الجيش اللبناني ويكفئ الحدود، وحزب الله رفض هذا. هل تعتقد أن الجيش قادر على حماية حدود لبنان؟ سأجاوب على هذا الجهة. لماذا رفض حزب الله؟ لأنه يريد أن تستمر الحدود مفتوحة لتمرير سلاحه وأسلحته ورجاله بالاتجاهين. هل الجيش قادر؟ نعم الجيش قادر، عندما نريح الجيش من جبهات داخلية يجري افتعاله من قبل حزب الله وما شابه سيصبح الجيش قادر. وإذا لم يكن الجيش قادر فنحن لدينا القرار 1701 وقرار مجلس الأمن الذي يقول أن على قوات اليونيفيل أن تساعد الجيش اللبناني على حماية الحدود. لم تحدد الحدود الجنوبية فقط، وإذا كان تفسير الأمم المتحدة أن الحدود الجنوبية فقط نستطيع أن نعود إلى مجلس الأمن لكي نطلب من قوات اليونيفيل أن تدعم الجيش اللبناني لحماية الحدود. لذلك أعتقد نعم نحن نملك إمكانيات حماية الحدود. يعني هل أنتم اليوم تطلبون من المجتمع الدولي أن تتوجه قوات اليونيفيل لحماية حدودكم مع سوريا؟ نحن نطلب من الجيش اللبناني أن يقوم بذلك، وإذا لم يكن باستطاعته فلتطلب الحكومة اللبنانية نعم من المجلس الأمن أن يرسل قوات من اليونيفيل لحماية الحدود. ماذا تقول بشأن الأمن الذاتي الذي قام به حزب الله في الضاحية الجنوبية ودخول الجيش والقوى الأمنية؟ يعني أولاً الأمن الذاتي فشل فشلاً ذريعاً، فشل ليس فقط من الناحية الأمنية، فشل من الناحية الاقتصادية، تسبب بانهيار اقتصادي خلال أيام في الضاحية، وهذا ما أدى إلى تراجع حزب الله. وهذا يؤكد منظورنا إلى الدولة أن الميليشيات لن تستطيع أن تتحكم بالدولة، وأن في النهاية الانتصار هو للدولة، وأن لبنان أولاً هو مشروع الدولة الحقيقي. إنما ما يجري الآن هو ليس دخول فعلا كل قوى الأمنية إلى الدولة. الجيش اللبناني غير موجود في الضاحية، الجيش اللبناني موجود فقط في محيط الضاحية الجنوبية على مداخل الضاحية، في داخل الضاحية فقط قوى الأمن الداخلي التي لا تملك الكثير من الإمكانيات العسكرية. حزب الله ما زال مهيمنا ومسيطرا أمنيا وسياسيا على الضاحية، وهو ربما أراد أن يضع القوى الأمنية في تجارب حتى إذا تعرض لأي تفجير يقول هذا عجز الدولة، إنما أثبت عجزه قبل ذلك. من يتحمل مسؤولية ضعف المؤسسات العسكرية في لبنان والمؤسسات الأمنية؟ لا يمكن في أي دولة أن يكون هناك مؤسستين عسكريتين، وفي لبنان مؤسستين عسكريتين. نحن البلد الوحيد في العالم الذي لديه جيشين بقيادتين مختلفتين سياسيا وعسكريا. حزب الله شكل جيشه الخاص في لبنان وفرضه على كل اللبنانيين، وهذا ما أدى إلى ضعف المؤسسة العسكرية اللبنانية، لأن اللبناني ينظر إليها وكان عاجزا أن تتعامل مع هذا الجيش الثاني. فإذا لم تحل مشكلة ميليشيا حزب الله في لبنان سيبقى الأمن والجيش في لبنان غير مسترتب، سيبقى الأمن غير مسترتب، سيبقى الجيش ضعيفا، ولا نستطيع أن نقاوم أي إجرام حقيقي. على حزب الله أن يسلم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، عند ذلك يستطيع الجيش اللبناني بهذه الإمكانيات الضخمة التي يملكها حزب الله أن يقاوم إسرائيل وأن يحافظ على الحدود مع سوريا. لأن ما يجري الآن كما قلت لك في السابق هو تقاطع مصالح، فإسرائيل لها مصلحة أن يبقى لبنان ضعيفا، وللأسف حزب الله له مصلحة أن يبقى لبنان ضعيفا، وإسرائيل محمية بقوات اليونيفيل في الجنوب بينما سائر لبنان غير محمي، وطيران الإسرائيلي يتجول يوميا فوق سماء لبنان. لو سلم حزب الله سلاحه إلى الدولة اللبنانية كان لدينا جيش قوي، جيش فعال، وأصبح لدينا دولة قادرة على مجابهة إسرائيل وعلى حماية الحدود. سعادة النائب، هل أنت متفائل بالمستقبل أم متشائم؟ أنا رجل سياسي لا أستطيع أن أكون متفائلا، وإلا يجب أن أتخلى عن عملي السياسي.
هل الظروف الحالية تدعو إلى التشاؤم؟ نعم، أفهم الناس التي تدعو الآن تشعر بتشاؤم من الظروف الحالية، ولكن أعتقد أن كل بلاد العالم مرت بأزمات سياسية كبيرة، وما نشعره ما نعيشه الآن في العالم العربي ما يسمى الربيع العربي، أنا مؤمن أنه ثورة حقيقية، والثورات لا تكون باندفاعة واحدة. لأعطي مثال على ذلك، أن الثورة الفرنسية بدأت سنة 1789، اقتراع المرأة الفرنسية حصل بعد 150 سنة، يعني هذا شيء طبيعي، والديمقراطية لم تحل في فرنسا إلا بعد 80 سنة من بدء الثورة الفرنسية. نحن لا نتحدث عن هذه المهل، ولكن نحن أمام 10 سنوات صعبة، بنتيجتها أنا على يقين أن الإنسان العربي سيصل إلى حقوقه الديمقراطية، وسيعمل ازدهار في الوطن العربي سياسيا واقتصاديا وأمنيا. سعادة النائب أحمد غطفات، كثير بتشكرك.